هنتكلم دلوقتي عن supplements to clinical examination. كلمة supplements يعني مكملات، والمكملات دي تشمل مثلا laboratory analysis، diet analysis، radiographic examination، diagnostic test analysis. الحقيقة اللي احنا هنتكلم عليهم المرة دي هم diagnostic test analysis والradiographic examination، وانا مش قادرة اعتبرهم supplements بالمعنى المفهوم. دول essential ومانداتوري، وما ينفعش اي fixed restoration يتعمل غير لما يبقى في radiographic examination، proper radiographic examination و proper diagnostic test analysis. ليه بقى قايلين attention؟ لان التوبيك ده هو مسار اسئلة من ساعة ما انا كنت طالبة وحتى الان. بيتقال لكم ايه اللي نشوفه في clinical examination وما نشوفوش في الدايجنوستيك تست، وايه اللي نشوفه في الراديوجراف وما يبانش في الكلينيكال اكزامينيشن وما يبانش في الدايجنوستيك تست. This is very common ك MCQ او ك true and false، فعلشان كده ارجو الانتباه لان لازم هيجي فيه اسئله. هنبتدي بالراديوجرافيك اكزامينيشن وانواع الراديوجراف انترا اورال واكسترا اورال. من الاسم كده الانترا اورال انسايد ذا بيشنت ماوث، والاكسترا اورال بتبقى اوتسايد ذا بيشنت ماوث. انواع الانترا اورال زي البيري ايبيكال راديوجراف، والبيري ايبيكال ده اللي احنا بنستعمله في العيادة عندنا على طول. البيري ايبيكال بيورينا الانتاير توث، السنة كلها، والاريا اراوند ذا روت. ممكن نشوف بيه البيري ايبيكال باثولوجي، البالب، الكراون، الانتاير توث بتبقى باينة في البيري ايبيكال راديوجراف. البايت وينج راديوجراف هو يعني ممكن يبقى نفس البيري ايبيكال لكن بيبقى يعني اتاتشد للوب كده البيشنت بيعض عليها، فهو البايت وينج ما بيبينش الانتاير توث، بيبين الكراونز اوف اوبوزينج تيث. بنستعمله في ايه البايت وينج؟ يعني بيبقى سبيسيفيك شويه. لو انا محتار في دايجنوزس شاكك ان في كيرز ومش متاكد بيوريني كويس جدا الانتر بروكسيمال اريا. الاوكلوزال ريديوجراف وده برضو واحد من الانترا اورال، ما بنستخدموش كتير في الفيكسد، بيستخدم اكتر في الاورثو وفي الجراحه لانه بيوري الباكولينجوال بوزيشن. بس احنا ساعات بنلجأ له لما نلاقي حاجه كده مثلا ريديوبيك ريليتد للتوس، لانها زي سيركل كده نحتاج ممكن نعمل اوكلوزال فيلم، فممكن نلاقي مثلا هوريزونتالي امباكتد ساناين زي اللي موجود في الصوره اللي تحت. البانوراميك ريديوجراف از وان اوف ذا اكسترا اورال ريديوجراف، بنستعمله في حالات السكريننج، ناخد جنرال ايديا بالذات في الحالات اللي فيها مالتيبل ايدنشال سبيسز، الحالات اللي عايزه ريهابيليتيشن. بيدينا فكره عموما عن الموقف، يعني مثلا في الحاله اللي قدامنا دي الرايت ايدنشال سبان فيها كلها ريمينينج روت، الليفت عندنا بري ابيكال ليجن ريليتد لللور سكند بريمولر، في ثلاث سنين معمول لهم ادوانتك تريتمنت، طبعا ده ما كانش باين كلينيكال، في مارجنز بتاعت الابر رايت سكند بريمولر، مارجنز بتاعت الكراون سيئه جدا. يعني بناخد سكريننج للكيس نعرف الشغل اللي فيها هيبقى قد ايه، لكن لما نيجي نشتغل لازم ناخد مور ديتيلد ايمجز وناخد بيري ابيكال راديوجراف للفول ماوث راديوجراف. من الاكسترا اورال راديوجراف برضو اللاترنس فالومتريك، ده بيستخدم اكتر في القرص، احنا عاده ما بنطلبوش في الفيكس. ايه اللي بيحصل لما بنصور راديوجراف؟ الراديشن باسز ثرو ذا تيشو سترايكس ذا فيلم، بعد كده بيعمل تشينجز في الفيلم ده، وعلشان نشوف التشينجز لازم نعمل حاجه اسمها بروسيسنج. البروسيسنج يا اما مانيوال زي الصوره اللي على الشمال او اوتوماتيك زي الصوره اللي على اليمين. اللي فاتت دي اسمها كونفنشنال راديوجراف، انما في طريقه ثانيه ديجيتال، بدل الفيلم العادي بنستخدم سنسور، وبنفس الفكرة الراديشن بيعدي من التيشوز سترايك ذا فيلم، بيعمل سيجنالز في الفيلم، السيجنالز دي بتبقى ديجيتايزد اند بروسيسد باي سوفت وير تو بي ديسبلايد از ان ايمج على المونيتور او وات ايفر اللي انا هشوف عليه الديجيتال راديوجراف. طبعا الديجيتال ليه ميزات عن الكونفنشنال، بس قبل ما نقول الميزات، شايفين السنسور اللي موجود في الصورة على الشمال في عليه كده حاجة سلوفان، الحاجة السلوفان دي سليف يعني كفر بيغطي بيه السنسور، لان السنسور ما بيتغيرش فبيستخدم لكل البيشنت، فالسليف ده بيتغير لكل بيشنت ويبقى كده احنا ضمنا ان ما يبقاش فيه انفكشن، يعني spread of infection بين العينين.
ايه هي مميزات الديجيتال راديوجرافي؟ اولا الدوز بتاعت الراديشن بتبقى اقل للبيشنت. سبيد اوف اوبتيننج ايمج، يعني على طول وانا بصور على طول بيطلع لي الايمج على المونيتور، مش محتاجه بقى البروسيسنج زي الكونفنشنال. انه انفايرمنت فريندلي، يعني ما فيهوش الديفلوبر والفيكسر والفيومز بتاعتهم. كمان ممكن نعمل انهانسمنت للايمج، يعني ممكن اخلي مثلا الانامل اخضر، البنتين احمر، اغير في الالوان، ازود الكونتراست اقلله، ازود البرايتنس اقللها. يو كان انهانس يور ايمج. الكمبيوتر ستورج ده مهم جدا. هتلاحظوا انكم الاشعاعات اللي هتاخدوها اول السمستر على بال ما تيجوا تسلموا الريكويرمنتس هتلاقوها شكلها بقى غريب، بقت هيزي كده ومش واضحه زي الاول، ممكن تبقى حاجات لونها يتحول للبني شويه. انما لو الراديوجراف ستورد على الكمبيوتر كديجيتال ايمج ما بيتغيرش ابدا. كمان تقدر تبعته لحد تاني بالميل، بالوات ايفر وسيله الكترونيك، يعني عشان تعمل كونسلتيشن. فطبعا الديجيتال راديوجرافي ليه ادفانتجز كتير از كومبيرد للكونفنشنال. العيب الوحيد اللي فيه يعني ممكن يبقى الانيشال كوست بتاع الايكويبمنت، يعني الاجهزه بتبقى اغلى شويه في الاول، بس ده عيب يعني اعتقد انه بسيط مقارنه بالفوائد العظيمه. طيب هنشوف ايه في الفيديو ده. هنشوف الابارتمنت فيه الايدنشلس اريا وريموت اريا، يعني اماكن بعيده عن الشغل. الابارتمنت فيه فيها ايه؟ فيها كراون وروت وبال. بنشوف ايه في الكراون؟ غالبا بنشوف الهيدن بروكسيمال كيرز او الريكورنت كيرز اللي تحت الريستوريشن. بقيه الديفكتس اولموست بنقدر نشوفها كلينيكال. اللي احنا بقى بنشوفه بالراديوجراف وما نعرفش نشوفه كلينيكالي الروت بورشن، الاكستنت اوف بون سبورت. وموضوع الاكستنت اوف بون سبورت ده مهم جدا بالنسبه لنا لتحديد اذا كانت السنه دي هتنفع كابارتمنت ولا لا. يعني احنا محتاجين الجزء من التوس اللي سبورتد باي بون يبقى قد او اكبر من الجزء اللي مش سبورتد. ما ينفعش الجزء اللي مش سبورتد يبقى هو اللي طويل والجزء اللي سبورتد باي بون يبقى قصير. فبنقيس حاجه اسمها الكراون روت ريشيو. الكراون اللي هو البارت اوف ذا توث ذات از نوت سبورتد باي بون، والروت الجزء اللي هو سبورتد باي بون في نسبه معينه بعدها ما ينفعش نشتغل فيه. فاحنا الكراون روت ريشيو دي ما ينفعش تتشاف غير بالراديوجراف. هتعرف منين طول الروت السبورتد بالبون؟ حاجه كمان بنشوفها في الروت الكونفيجريشن اوف ذا روت، يعني هل الروت دول وايد دايفرجنت ولا فيه الوايد دايفرجنت روت. طبعا بالمنطق كده بتديك سبورت احسن زي اي كرسي او ترابيزه ليه رجلين كتير. انما الفيوزد روت لا، السبورت بتاعها هيبقى اقل. وعلشان كده ممكن تجيب حاله وزميلك يجيب حاله والاثنين فيهم نفس الابطنس، مثلا الاثنين لور 7، بس في واحد تتقبل الحاله وواحد تاني لا لان شكل الروت مختلف. بنشوف لو في بيري ابيكال باثوسيس زي ما انتم شايفين كده بيبقى ريديو لوسنت اريا، وكلمه ريديو لوسنت يعني لونه غامق. الريديو اوبيك بيبقى لونه فاتح ابيض. انتوا طبعا خدتوا راديولوجي. بنشوف البريدونتال ميمبرين اريا، نشوف لو في بوكيت حوالين السنه، لو البريدونتال ليجمنت فيها وايدنينج، او لو في اي ليجن بريدونتال. هنشوف ايه في البالب بورشن. هنشوف السايز اوف ذا بالب تشامبر. السايز اوف ذا بالب تشامبر يهمنا في حالات ايه؟ في حالات اليونج ايج، لان السايز بتاع البالب تشامبر بيبقى كبير والبالب هورنز بتبقى عاليه، فلما نيجي نشتغل بريباريشن احتمال كبير نوصل لاكسبوجر. كمان يهمني في حالات التلتنج وحالات الاوفر ايربشن. في كلتا الحالتين واحنا بنظبط الاوكلوزال بلين او بنظبط الالاينمنت ممكن جدا يحصل معانا اكسبوجر. بنشوف كمان الروت كانال. الروت كانال ممكن يبقى فيها internal resorption زي حالة زي السنة دي. السنة دي خلاص بقت لازم تبقى extracted، ما ملهاش حل. بنشوف لو في endodontic treatment زي ما قلت لكم البيشنت ما بيبقاش عارف هو عمل انهي سنة اندو، فدي لازم to detect it radiographically. بنشوف ال direction of the root canal، هل هي ينفع يتعمل لها اندو في الفيوتشر ولا لا. هنشوف ايه في الايدنشلس اريا. ريتيند روتس او يعني ريمينينج روتس بعد الاكستراكشن، دي حاجه كومن وبتشوفها كتير وهتشوفوها كتير. بنشوف لو في ريزيديوال انفكشن او اي ليجن.
ريموت ايريز يعني مش في نفس المكان اللي انا بشتغل فيه لكن قريب منه. ممكن يبقى فيه امباكتد 2، الامباكتد 8 اللي هنا ممكن يعمل روت ريزوربشن في السيفن اللي هو الاباتمنت بتاعتي، وساعتها هيعملي فيلير للبريدج، او لو كان في سلولي جروينج انفكشن مش باينه. اكيد سمعتوا كمان على الكون بيم كمبيوترايز توموجرافي اللي فيها سنسور. This sensor rotates around the patient's head, obtaining about 600 images. في software بقى بيعمل reconstruction للcollected data to form a 3D image. A 3D image ده مهم بالذات في حالات implant، لأن كمية أو volume of bone مهم علشان يظبط لي، يعني لازم أعرف البون قد إيه فين علشان أقدر أعرف أحط الimplant بأنهي angulation والأماكن اللي ينفع يتحط فيها implant والأماكن اللي لأ. مش بس في حالات الامبلانت، الحقيقه هو ممكن يستخدم في الاندو وفي الجراحه بشكل عام. اخر حاجه هنتكلم عليها هي الدايجنوستيك كاست اناليسيس. الدايجنوستيك كاست علشان نقدر نجيب منه انفورميشن لازم اولا يبقى اكيوريت، يعني ما هوش ديستورتد، خدنا الامبريشن وركناه ساعتين وبعدين صبناه فحصل ديستورشن للالجينيت. ما يكونش فيه بابلز او نوديولز، بابلز تطير لي الكاست تيب ما اعرفش هي فين، او نوديولز تمنع التو كاس الاوبوزنج انهم يقفلوا على بعض. بيكون ماونتد انسنتريك اوكلوجن. ماونتد انسنتريك اوكلوجن او انسنتريك ريليشن في الحقيقه ده هنعرفه بالتفصيل في شابتر الاوكلوجن والبايت ريجستريشن، بس نعرف ان احنا عشان نعمل ماونتنج بنحتاج فيس بو ريكورد، وده اكيد خدتوه في ريموفبل، وبنحتاج انتر اوكلوزال ريكورد. دي الطريقه اللي بنعمل بيها ماونتنج للدايجنوستيك كاست على الارتكليتور. الدايجنوستيك كاست is one of the pre-treatment documentation، هو والpre-operative radiograph. مهم جدا انك تحتفظ بالpre-operative radiograph والدايجنوستيك كاست، لان احنا بنعتبرهم الزيرو بوزيشن ريكورد، سواء بقى هتحتفظ بيهم ديجيتالي او هتحتفظ بيهم فيزيكالي، بس هما لازم يكونوا عندك لحد ما تخلص التريتمنت وايفن بعد كده في اثناء المينتنس، لانهم بيبقوا الريفرنس بوينت بتاعتك. ايه التعديل اللي حصل على الزيرو بوزيشن بتاعي اللي هو كان ريكوردد في البري اوبرتيف راديوجراف او الدايجنوستيك كاست. الدايجنوستيك كاست بيوريني السنان من كل الزوايا من غير اوفرلابنج للسوفت تيشو او للسلايفا. من الحاجات اللي احنا بنقدر نشوفها في الدايجنوستيك كاست اولا الديستريبيوشن اند دايمنشن اوف ايدنشال سبين. صحيح احنا ده ممكن نشوفه كلينيكال، عادي نقدر نشوف كلينيكال، لكن على الدايجنوستيك كاست اقدر اقيس بالظبط بالمسطره وبالديفايدر المسافات قد ايه. الايدنشال سبان ممكن نقيسها ميديو ديستالي مسافه واوكلوزو جينجفالي. حاله زي كده لو في اوفر ايرابشن للور 6 ممكن نقيس بالظبط كام ملي محتاجينهم ريدكشن علشان نظبط الاوكلوزال بلين، وبعد كده نبتدي نشتغل الفيكسد ريستوريشن بتاعنا. بنستخدم الدايجنوستيك كاست to evaluate the amount of reduction needed to attain a common path of insertion. احنا بتبقى عندنا مشكله في الكومن باث اوف انسرشن لما يكون اللونج اكسس بتاع التو ابارتمنتس مش ماتشنج، وده بيحصل امتى؟ لما يكون في تيلتنج، ميديال تيلتنج للبوستيريور ابارتمنت غالبا، بيكون اللونج اكسس بتاع البوستيريور ابارتمنت غير الانتيريور ابارتمنت. بحتاج استخدم السيرفير علشان يعرفني قد ايه التنت، كام درجه. مثلا بعد 25 احنا ما ينفعش نشتغل فيكسد. قبل كده ممكن يبقى نعمل ريدكشن ونظبط اللونج اكسس بتاع البوستيريور توث مع الانتيريور توث، لكن الاماونت اوف ريدكشن هيبقى ايفالويتد على الدايجنوستيك كاست علشان ما نبقاش اكسسيف ريدكشن ونعرض السنه ان يحصل لها ديفايتلايزيشن او يحصل بالب اكسبوجر. ايفالويت الابارتمنت فورم سايز اند مال بوزيشن زي ما بيعملوا في الأورثو ويقيسوا الأكتوال أرش لينث الصورة اللي على اليمين، وبيقيسوا الميديو ديستال ويدثس بتاعت كل السنان اللي هي فيها مال بوزيشن، ويجمعوا اللينث بتاع الأسنان ويقارنوه بالأكتوال أرش لينث ويشوفوا والله هيبقى عندنا لو عدلناهم هيبقى الأرش ده كفاية، هنحتاج نعمل اكسبانشن، هنحتاج نخلع، هيبقى الأرش أطول من المسافة الميديو ديستال بتاعت الأسنان، فممكن نحتاج نسيب سبيسنج اور وات ايفر. احنا برضو في الفيكسد بنحتاج نقيس الفاوندنج او المال بوزيشن، لان مش كل حالات المال بوزيشن
حلها هيبقى اورثو. ساعات حل مالبوزيشن بسيط بالاورثودونتك تريتمنت يحتاج انك تغير البيشنت اوكلوجن كله، ساعات كمان بيحتاج وقت طويل وبيبقى ده مش الاوبشن الافضل للبيشنت. ففي كيسز بنقيس المالبوزيشن قد ايه على الدياجنوستيك كاست والاوفرلابنج بتاع السنين قد ايه بالملي، وساعتها نقدر نقرر والله الحاله دي ينفع فيها ريستوراتيف كوركشن للمالبوزيشن ولا لازم اورثو. الحالات الاوفرلابنج فيها ملي او اقل ممكن جدا تتحل ريستوراتيفلي، انما الكيسز اللي فيها اوفرلاب اكتر من ملي زي الحاله اللي قدامنا دي، ده في اوفرلاب اكتر فعلا من ملي، وكمان في كمان فيرتيكال ديسكريبنسز بين السنين، كل ده علشان اصلحه بالريستوراتيف مين هيحتاج اكسسيف ريدكشن وهيعمل ميوتيليشن للسنان الموجوده، وبرده في الاخر شكله مش هيبقى حلو. فالحاله دي تتعالج اورثو، انما حاله فيها مايل ديستربنسز زي دي ممكن تتعالج جدا ريستوراتيفلي ويتعمل ريدكشن، مش هيأثر على الانتجريتي بتاعه السنان ويتعمل ريستوريشن مظبوط. فاحنا بنقيس الاماونت اوف اوفرلاب او كراودنج عشان نعرف هل الريستوراتيف تريتمنت تصلح ولا لا. من اهم الميثودز تو ايفالويت اوكلوجن هو الدايجنوستيك كاست. عمرك ما تقدر تعمل بروبر ايفالويشن للاوكلوجن كلينيكالي بس، الدايجنوستيك كاست هيوريك المكان والسايز بتاع الورفاسات، ولو هو زي ما قلت لكم هو الزيرو بوزيشن ريكورد اللي احنا خدناه قبل الشغل بتاعنا وانا اشتغلت وبعد كده جيت خدت امبريشن جديد ولقيت ان السايز بتاع الورفاسات دي زادت او اتغير مكانها بطريقه ملفته، يبقى الريستوريشن بتاعي فيه مشكله. كمان بقدر اعمل ايفالويشن لنوع البايت بتاع البيشنت، واقدر اعمل ايفالويشن للاوكلوجن فروم ذا لينجوال سايت، وده كومن كويستشن بيقول لك ايه الحاجه اللي اقدر اعملها ايفالويشن على الدايجنوستيك كاست وما ينفعش ابدا اشوفها كلينيكالي، هي الاوكلوجن او البايت فروم ذا لينجوال سايت، لانك عشان تشوفها كلينيكالي محتاج تبص من خلال رقبه البيشنت وده مش هينفع. كمان تقدر تشوف لو في حاجه اسمها اوكلوزال انترفيرنس، هنشرحها بالتفصيل في شابتر الاوكلوجن، لكن عاده البيشنت ساعات يجي يقفل بتبقى في حاجه انترفيرنج مع البروبر كلوجر مثلا، فيضطر يعمل سلايدنج تو هيز ماندبل انتيريرلي علشان يتفادى هذا الانترفيرنس. في الماونتد كاست مش هيقدر يعمل هذا السلايدنج، لو الكاست ماونتد ان سنتريك ريليشن هنيجي نقفل هيلاقي فيه ايه الانترفيرنس دي، بس بقى ده مش بيشنت مش هيحرك، فهنعرف مكان الانترفيرنس اللي عامله لنا اوكلوزال بروبلم. زمان خدنا حاجه اسمها الليبر او الروافع، بيبقى فيها فورس ارم ريزيستنت ارم وفالكرم. عارفين ان في كلاس 1 ليبر الفورس تايمز اتس ارم ايكوالز ذا ريزيستنس تايمز اتس ارم، معنى كده ان انا ممكن لو انا عندي اللود او الفورس قليله ممكن ازود التاثير بتاعها باني الارم يكون اطول. اوكي هنحتاج دي برضو في الشغل. طيب على الصوره اللي على الشمال دي شكل مثلا الباب، لما بنيجي نفتح الباب هل بنزقه من عند الهنج ولا من الاذر سايد؟ لو جينا نزق الباب من عند الهنج هنحتاج فورس جامده جدا تو كوز روتيشن، انما لو جينا نزقه بعيد عن الهنج هنلاقي ان الفورس قليله اللي تقدر تعمل روتيشن. ليه؟ لان الارم المومنت ارم المسافه بين المكان اللي احنا عملنا فيه ابلكيشن الفورس والهنج مسافه طويله، هي دي اللي خلت التوركينج فورس تساعدني اني الف الباب او ابعده. يفيدنا في ايه بقى موضوع الباب ده؟ كل ما كانت الابلايد فورس away from the long axis of the tooth كل ما السنه دي تعرضت لتورك. ده بيحصل امتى؟ في حالات الاوكلوزال انترفيرنس، يعني مثلا اللور 5 ده المفروض الفانكشنال كاسب هو البكه اللي هو مع اللونج اكسس اوف ذا توث، لو الفورس بقت نازله على اللينجوال كاسب اللي هو away from the long axis هيبتدي السنة دي تتعرض لتورك، وسناننا مش مصممة لانها تتحمل النوع ده من الستريس، فممكن يحصل اي حاجة، ممكن يحصل restoration fraction decementation، ممكن يحصل rotation فعلا و loosening، ممكن يحصل fracture للتوث.
بنشوف التورك كمان في حالات الميزيال تيبنج او الميزيال انكلاينيشن، ده عادة بيبقى للبوستيرير ابطنت زي السيفن مثلا. في الحالة دي لو اي فورس ابلايد عند الميزيال مارجنال ريدج اوف دي السيفن هيبتدي يحصل له روتيشن توركينج فورس، هيبقى سبجكتد لتوركينج فورس وهوريزونتال ستريسز، ويبتدي يحصل السيكولا بتاعت اي حاجة بقى فراكشر دي سيمنتيشن لوسنينج وات ايفر. فالحالات اللي زي دي وبالذات اللي فيها تيبنج عالي يفضل ان احنا نعمل اورثودونتيك ابرايتنينج علشان نخلي الفورسز نازله along the long axis. دايما في الديزاين بتاعنا نحاول نقلل الهوريزونتال فورسز قد ما نقدر، نخلي الفورسز بتاعتنا دايما along the long axis to avoid horizontal stresses and avoid torquing. بسم الله. عايزين نشوف بقى ايه مشكلة الشخص اللي قدامنا ده. هو دهن الارض ومش عارف يخرج، كان لازم قبل ما يبتدي يبقى عارف هيخرج ازاي. اي حاجة بنعملها we have to start with the end in mind، لازم نبقى عارفين النهاية هتبقى ازاي. واضح ان الايشو اللي هنتكلم عليه المرة دي هو التريتمنت بلانينج. تريتمنت بلانينج when you start you must have the end in mind. هو ايه اللي حوالين رقبة البابي ده او رقبة الدوج الكبير؟ طوق، وكلمة طوق بالانجليش يعني فيرل. عندنا بقى في طب الاسنان الفيرل ليه ديفينيشن تاني. الفيرل is the 360 collar of the crown surrounding parallel walls of dentine extending coronal to the margin of the preparation. يعني ايه؟ يعني الفيرل ده عبارة عن الطوق اللي معمول من الكراون بتاعنا. الكراون بتاعنا لافف حوالين الدنتين 360 درجة زي اي فيرل. انهي دنتين بقى؟ البريبيرد دنتين اللي هي كورونال للمارجن بتاع البريبريشن او كورونال للفينش لاين. يبقى انا الكراون بتاعي لما بيبقى سراوندنج الدنتين وولز البريبيرد دنتين ده كأنه طوق حوالين الدنتين، تمام؟ ايه فايدة ان الكراون يبقى طوق او يبقى سراوندنج بريبيرد دنتين؟ وهو في كل الحالات الكراون بتاعي هيقدر يعمل سراوندنج للدنتين؟ طبعا انتوا هتقولي اكيد الكراون هيبقى سراوندنج للدنتين البريبيرد طبعا، لكن في حالات هنشوفها ما بنقدرش نحصل على الفيرل افكت او تاثير الطوق بتاع الكراون، بالذات في الحالات الميوتيليتد او اللي فيها اكسسيف لوس اوف تو ستراكشر. حاله زي اللي قدامنا دي فيها تقريبا توتال لوس اوف كورونال تو ستراكشر. طب حاله زي كده نعملها ريستوريشن ازاي؟ انا عارفه انكم يمكن ما خدتوش اندو، بس ساي يعني الحاله دي معمول لها روت كانال تريتمنت فيجر ايه كده، ما فيش كورونال تو ستراكشر وعايزين نعمل لها ريستوريشن. فاحنا بنعمل زي ما هو باين فيجر بي، دعامه جوه الروت بنسميها بوست، وبنعوض الجزء الميسنج اوف ذا كورونال تو ستراكشر بريستوراتيف ماتيريال. ممكن تبقى كومبوزيت، امالجام، كاست ميتال، وات ايفر. الماتيريال دي اللي بنعوض بيها اللوست كورونال تو ستراكشر اسمها كور. يبقى انا عوضت السنه دي او عملت لها ريستوريشن بحاجه اسمها بوست اند كور، تمام؟ جه بقى الدكتور الشاطر قال بقى هنرجعها لشكلها الاصلي اند وي هاف تو بليس ا كراون، وعمل خد الامبريشن وعمل الكراون بتاعه، رجع السنه لشكلها الاصلي فعلا وبقى عليها بي اف ام كراون. البيشنت وهو بيقطم الساندويتش في لحظه واحده لقى السنه بتاعته بتوجعه وسمع تكه. جه للدكتور لقى السنه دي مقسومه نصين، يا ترى ايه اللي حصل؟ احنا لسه قايلين ان كلمه فيرل او طوق يعني ان الكراون هيعمل 360 درجه ان سيركلنج لايه؟ للريستوراتيف ماتيريال؟ لا، للبريبيرد دنتين وول. الكراون اللي هنا ما لمسش الدنتين وول، مش عامل ان سيركلنج للدنتين وول، ده عامل ان سيركلنج للريستوراتيف ماتيريال. مش مفيش، مش لافف حوالين الدنتين، مش عامل فيرل افكت. واحنا الماستيكاتوري فورسز بتاعتنا مالتي دايركشنال في اتجاهات كتير. فمثلا في الانتيري في فورس جايه من اللينجوال للليبيال، واحنا حاطين بوست انسايد الروت كانال، فكان الروت كانال دي جواها مسمار واحنا دقينا عليه في الاتجاه ده، فطبعا هتتقسم نصين. ليه؟ لان الكراون بتاعك مش عامل زي الحزام او طوق حواليها، مش ماسكها في بعضها، مش عامل فيرل، ده واقف just around the restorative material.
الدكتور التاني بقى الشاطر عمل ايه؟ قال لك لا احنا خدنا treatment planning ان الكراون must surround prepare the dentine coronal to the finish line. فنزل الفينش لاين زي الفيجر ايه، نزل بالفينش لاين ايبيكالي بقى عنده بريبيرد دنتين هتكون لي جزء من الكون، وبعدين حط الريستوراتيف ماتيريال بتاعته وعمل الكراون بتاعه اكستندنج لحد الفينش لاين. فالكراون سراوندنج الريستوراتيف ماتيريال اللي هي الكور وسراوندنج بريبيرد دنتين وولز كرونال تو ذا فينش لاين. لما تيجي اللاترال ستريسز وعايزه تكسر بقى السنه تقسمها نصين، لا ده في طوق حوالين الدنتين ماسكها في بعضها، ماسك الباسكال في اللينجوال مش هتقدر تخبط عليه تقسمه نصين وتعملي فيرتيكال فراكشر. سو لازم اي كراون يعمل حاجه اسمها الفيرل افكت وليه مينيمم هايت الدنتين. يعني الصوره اللي فاتت كان مفيش دنتين خالص سراوندد باي ذا كراون، هنا في دنتين سراوندد باي ذا كراون. اقل ارتفاع للدنتين ده ما يقلش عن ملي ونص، يعني كان لازم ينزل بالفينش لاين بتاعه ملي ونص عشان يبقى عنده sufficient فيرل. الصوره اللي على اليمين دي كلينيكال فوتوغراف بتوضح لنا الفيرل افكت. السنه اللي هي البريمولر prepared for a crown والفينش لاين على الجم ليفل، وفي كورونا اللي الفينش لاين prepared دنتين حوالي ملي ونص. الدنتين ده لما يبقى surrounded by the crown هيديني الفيرل افكت او الطوق اللي هيمسك السنه مع بعضها بحيث ما يحصل لهاش فراكشر او يحصل اي مشكله as a result of the lateral stresses. زي ما اتفقنا المينيمم فيرل هايت او المينيمم هايت of prepared دنتين coronal to the finish line ملي ونص. الشكل ده برضو في يعني cross section لسنه prepared وrestored by a crown فيها restorative material، لكن الكراون برضو عامل surrounding للدنتين وول، وزي ما اتفقنا المينيمم فيرل هايت ملي ونص. واحفظوا الرقم ده لانكم اولا بتسألوا فيه، وثانيا هيساعدكم جدا في حاجات هناخدها بعد شوية هنحسب ونجمع ونطرح تبقوا عارفين المينيمم كام. اخدنا في الهيستولوجي structure of the periodontium. الصوره اللي قدامنا دي كروس سيكشن السنه، الجزء الابيض هو الانامل والاصفر الدنتين، وطبعا البينك ده السوفت تيشو وفي تحتيه البون. السالكس اللي هو متبطن بالسالكولر ايبيثيليوم طبعا ده مش اتاتشد للتوث، لكن من اول البيز اوف ذا سالكس من ثاني خط هوريزونتال كده من اول البيز اوف ذا سالكس لحد الكريست اوف ذا الفيلر بون التيشوز ار فيرملي اتاتشد تو ذا توث، ماسكين في السنه جامد جدا. وليه كده؟ علشان يمنعوا دخول اي ايرتنت للبون، لان اي ايرتنت هيوصل للبون هيحصل انفلاميشن وبون ريزوربشن ومشاكل كتير. المسافه اللي من البيز اوف ذا سالكس لحد الكريست اوف ذا الفيلر بون بتتكون من حاجتين، الجانكشنال ايبيثيليوم والكونكتيف تيشو اتاتشمنت، واجين هما الاثنين فيرملي اتاتشد تو ذا توث. الحاجتين دول مع بعض بنسميهم the biologic width. اسمهم ايه؟ the biologic width. يبقى المسافة من اول البيز اوف ذا سالكس لحد الكريست اوف ذا الفيلر بون اسمها البيولوجيك width. بتتكون من ايه؟ junctional epithelium و connective tissue attachment. biologic width ليه synonyms كتير، يعني مرادفات كتير، ساعات بيسموه buffer zone، soft tissue barrier، soft tissue cut، زي ما قلت لكم ما بيسموه بارير او كاف علشان هو بيمنع وصول الايرتنت للبون. بيتكون من ايه البيولوجيك ويت؟ من الجانكشنال ايبيثيليوم والكونكتيف تيشو اتاتشمنت. زي ما قلنا هو it provides natural seal around the tooth protecting the alveolar bone from infection and disease. وباي ديفينيشن هو عباره عن الدايمنشن اوف سوفت تيشو which is attached to the portion of the tooth coronal to the crest of the alveolar bone. هو نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. طيب الصورة دي عبارة عن diagram بيوضح لنا ال dimensions of the biological. ال length بتاع ال connective tissue attachment وال epithelial attachment مع بعض بيبقى حوالي في الافرج يعني 2 ملي. يبقى ال biological width بتاعنا 2 ملي. طب لو انا هعمل preparation للتوث دي احط الفينش لاين بتاعي فين؟ زي ان انا محتاج اعمل ابيكال اكستنشن الفينش لاين، ينفع الفينش لاين
يوصل لحد الابيثيليال اتاتشمنت. لو وصلنا بالفينش لاين الابيثيليال اتاتشمنت دي او الجنكشن الابيثيليوم هيحصل انفلاميشن وهيبتدي يحصل ريسيشن والجنكشن الابيثيليوم يتحرك ابيكالي والكونكتيف تيشو اتاتشمنت ابيكالي والبون ابيكالي. وبرضو الانفلاميشن هيبقى انكنترولد مش هنعرف هيوصل لايه وفين. اللي انا عملته لما حطيت الفينش لاين عند الجنكشنال ابيثيليوم ان انا عملت حاجه اسمها فايوليشن تو ذا بايولوجيكال. البايولوجيكال ده شود بي مينتيند تو بروتكت ذا الفيلر. طب امال احط الفينش لاين بتاعي فين؟ اقصى حاجه ابيكالي، اقصى حاجه ابيكالي انك تبعد عن البيز اوف ذا سالكس بحوالي نص ملي، يعني الفينش لاين بينه وبين الالفيلر بون 2 ملي ونص. 2 ملي بتوع البيولوجيك ويدث اللي انا بشاجي ناحيته ونص ملي ده احتياطي علشان ما اقربش من الجنكشن الابيثيليوم. اجين قلنا البيولوجيك ويدث ده مهم. ارتفاعه قد ايه او الدايمنشنز بتاعته قد ايه؟ حوالي 2 ملي. بيتكون من الجنكشن الابيثيليوم والكونكتيف اتاتشمنت. ما ينفعش نعمل له فايوليشن. لو هنحط فينش لاين لازم يبقى كورونال تو ذا بيولوجيك ويدث بحوالي نص ملي. المسافه بين الفينش لاين والكريست اوف ذا الفيلر بون تكون 2.5 ملي. خدوا بالكم بقى عشان هنبتدي نحسب. طيب لا، لو انا سالتك علشان اعمل كراون محتاجه قد ايه هايت اوف توث ستراكشر كورونال تو ذا الفيلر كريست، هتقول لي ايه؟ انا محتاج من الالفيلر كريست 2.5 ملي، 2 بتوع البيولوجيك ويدث مش هلمسه ونص ملي احتياطي، وبعدين ابتدي الفينش لاين بتاعي. وكورونال تو ذا فينش لاين انا محتاج دينتين اعمل لها بريباريشن الهايت بتاعها اقل هايت 1.5 ملي تو جيت ا فيرل افكت. يبقى انا في 2.5 ملي توث ستراكشر كورونال للالفيلر كريست مش هلمسهم، وبعدين هحط الفينش لاين بتاعي، وكورونال للفينش لاين عايز 1.5 ملي علشان الفيرل افكت. يبقى قد ايه هايت اوف توث ستراكشر كورونا للالفيلر بون؟ مجموع الاثنين، الاثنين ونص والواحد ونص، يبقى المينيمم هايت اوف كورونا توث ستراكشر يبقى 4 ملي. توث ستراكشر كورونا للالفيلر بون 4 ملي. ده طبعا كلينيكال جايد لاين، بعدين لما نكبر هنعرف ان الحاجات دي ليها اكسبشنز وحالات وحالات، بس احنا هنبقى عارفين السؤال ده ان اقل ارتفاع من توث ستراكشر كورونال تو ذا الفيلر بون 4 مللي علشان اقدر احط كراون. في 2.5 مللي مش هشتغل عليه عشان تو مينتين ذا بايولوجيك ويدث، و 1.5 مللي بتاع الفيرل افكت. تريتمنت بلاننج، يعني ايه تريتمنت بلاننج؟ تريتمنت بلاننج يعني فورميليتنج ا لوجيكال سيكونس اوف تريتمنت ديزايند تو ريستور ذا بيشنت دنتيشن تو جود هيلث وذ اوبتيمال فانكشن اند ابييرنس. الهيلث والفانكشن والابيرنس هما التلاتة كونسيدريشنز اللي احنا بناخد بالنا منهم في اي دنتال ريستوريشن. اي دنتال ريستوريشن هتلاقي بنقولك البيولوجيك كونسيدريشن اللي هي الهيلث، والميكانيكال كونسيدريشنز الفانكشن، والاثليتيك كونسيدريشن الابيرنس. طيب يعني ايه فورميوليتنج لوجيكال سيكونس اوف تريتمنت؟ يعني كيس لايك ذات فيها سبلاينج اوف انتيريور تيث. سبلاينج يعني الانتيريور تيث متفرقه عن بعضها كده. ما ينفعش نقول الحل ان احنا نعمل كراونز مثلا، ده كده مش لوجيكال سيكونس اوف تريتمنت. اللوجيكال سيكونس ان احنا نعرف ايه السبب اللي هو ديب بايت زي ما باين في الصوره اللي على اليمين، فنعالج الديب بايت، وبعد كده ممكن السبلاينج ده يتحسن وممكن نحتاج نستعمل ريستوريشن. This is a logical sequence. انما تقول لي هعمل anterior restoration طب وبعدين؟ مع الأسف مفيش straight forward solution to a specific condition. يعني مفيش حاجة بتقولي لما يبقى عندي missing lateral يبقى solution ان انا اعمل fixed bridge. مفيش حاجة اسمها كده. ليه؟ لان في كتير factors بتتحكم في القرار. مثلا a case like that الايدج بتاعها 15 سنة، يبقى no way انك تعمل fixed bridge. طب implant برضو ما ينفعش implant. احنا قلنا الimplant لازم نستخدمها بعد الجروث سيسيشن. طيب في حاجة اسمها resin bonded bridge. resin bonded bridge ده نوع من partial coverage. ممكن، لكن هقول لك مثلا البيشنت دي عندها deep bite، يبقى resin bonded bridge برضو مش هينفع. ممكن نعمل بقى removal بالpartial denture. so الاختيار بتاعنا اتحكم فيه factors كتيرة جدا.
طب لو البيشنت دي سنها 30 سنة هتقولي امبلانت؟ لا والله هي عندها مشكلة في البون. يبقى خلاص الحالة دي هنعملها فيكسد فيكسد بريدج. دي حلول مختلفة، والفاكتورز اللي ريليتد للبيشنت كونديشن ممكن تتحكم فينا. مش بس كده، البيشنت موتيفيشن توورد ذا تريتمنت، البيشنت عايز التريتمنت دي ولا لا؟ يعني ممكن كيس يبقى انت شايف ان يتعمل لها لامينت بورسلين لامينت فينيرز، والبيشنت عايز يعمل هوليوود سمايل. الاثنين اكسبتبل تريتمنت بلان. طالما الاثنين اكسبتبل لازم نكونسيدر البيشنت ويشز، لازم البيشنت يبقى موتيفيتد توورد ذا تريتمنت. التريتمنت بلان ابروفال او الانفورمد كونسنت يعني الموافقه المسبقه لازم تبقى مكتوبه باللغه اللي بيفهمها البيشنت، يعني احنا هنا نكتبها بالعربي، ويكون فيها كل البدائل او التريتمنت المتاحه والكوست بتاع كل تريتمنت، وكمان يتكتب فيها الهازارد يعني الاحتمال ان يحصل اندودونتيك كومبليكيشنز، احتمال يحصل كذا، يبقى مكتوب فيها كل حاجه، والبيشنت هاز تو ساين ذس انفورمد كونسنت. كنا مره شغالين في مكان تاني يعني، وكان الطالب بعد ما عمل اول ابوتمنت البيشنت مرضاش يجي، قال له ليه؟ قال له عشان انت ما قلتليش ان في حل تاني، ان انا ممكن اعمل امبلانت من غير ما افرض السنين. سو اي ريستوريشن هيتعمل لازم البيشنت يبقى عارف البدائل وعارف سعر كل بديل ويمضي انه موافق. طبعا بنبدا التريتمنت بمعالجه التشيف كومبلين او السيمتومز اللي كان جاي بيها البيشنت، زي البين والسوالينج والسنسيتيفيتي، لازم دول يتعالجوا الاول. بعد كده بنعمل حاجه اسمها ستابيلايزيشن فيز، يعني لو البيشنت عنده كيرز كتير اولا لازم اعرف السبب، وبعدين ابتدي اعالج واعمل ستابيلايزيشن للكيرز ده. يعني لو السبب دايتيتك فاكتور، طريقه اكله مش مظبوطه، نعرفه ياكل ازاي ويغسل سنانه ازاي. لو السبب ان عنده دراي ماوث، نعرف ايه سبب الدراي ماوث، هل هو ماوث بريزنج، هل هو عنده تونسلز هي اللي سببت في الماوث بريزنج يبقى اعالج التونسلز، هل هو واخد راديشن فنحتاج ندي سليفري سبستيتوت، وي هاف تو نو ذا كوز، وبعد كده نبتدي نعمل ستابيلايزيشن للديتيريتنج كونديشن. واحد سنانه فيها لوسنس بريدونتالي افكتد، طب ايه سبب البريدونتال افكشن؟ هل هو بور اورال هايجين؟ هل هو جيناتيك فاكتور؟ هل هو اوكلوزال اوفرلود هو اللي خلى السنان دي تتحرك؟ فعلشان نعمل ستابيلايزيشن للديتيريتنج كونديشن، قبل ما اقول هوقف حاجه لازم اعرف سببها ايه عشان اعرف اوقفها صح. الثالث حاجه ديفينيتيف تريتمنت، وده طبعا اللي انتوا بتبتدوا بيه عاده، يعني البيشنت جاي عايزين نعمله فيكسد، لا الديفينيتيف تريتمنت ليها سيكونس. اول حاجه السيرجري، لو في حاجه عايز تتخلق بنشيلها الاول، بعد كده بيريو، احنا بنقول لكم دايما تعملوا سكيلنج قبل ما تشتغلوا، بعد كده اندودونتكس اورثو، بعد كده الفيكسد بروتودونتكس، وفي الاخر الريموفابل. بعد الديفينيتيف فيز اوف تريتمنت بيجي دور المينتنس. المينتنس المعروفه بتبقى كل 6 شهور عند الدنتس، لكن كل ما زادت الكومبلكسيتي اوف ذا تريتمنت ممكن زيارات المينتنس تتحط لها سكيدجولينج مواعيد اقرب. في كلمه هنستعملها كتير في الفتره الجايه اسمها بروجنوزز. كلمه بروجنوزز يعني بريدكشن اوف ذا اوتكم، بريدكشن اوف ذا اوتكم اوف ا ديزيز او ا تريتمنت. يعني بقول البروجنوزز بتاع المالجنت ميلانوما از فيري باد، يبقى انا البريدكشن اوف ذا اوتكم اوف ذيس ديزيز از فيري باد. لما اقول البروجنوزز بتاع التريتمنت الفلانيه از فيري جود، يعني انا توقعي لنجاح التريتمنت داعي، يبقى البروجنوزز از ذا بريدكشن اوف ذا اوتكم. اول خطوه في التريتمنت هي الديترمينيشن اوف توث ريستورابيلتي. مش معنى ان توث محتاجه ريستوريشن انها تبقى ريستورابل، يعني مش شرط، ممكن الديسيجن اللي احنا هناخده ان احنا نريموف التوث دي، زي الكيس اللي هنا دي المالبوزد بريمولر. تقريبا كان هو السبب في الكيرز اللي فيه وفي الادجيسنت، لانه وضعه غلط وبيعمل فود امباكشن. مش الحل ابدا ان انا اعمل له ريستوريشن، this is a poor treatment plan. الديسيجن تو ريموف ا توث اور ات ليست انك ما تستخدمهاش كبريدج ابارتمنت وتقول لا دي مش هتستحمل او مش هينفع، از ا فيري امبورتنت بارت اوف ذا تريتمنت بلاننج. لازم تبقى عارف ايه هي الفاكتور اللي بتتحكم في انك تختار الابارتمنت توث، يعني السنه دي هتبقى ريستورابل ولا لا، او تنفع ابارتمنت ولا لا، ايه هي الفاكتورز اللي تقول لي السنه دي ريستورابل ولا لا. الكوانتيتي اوف ريمينينج توث ستراكشر،
والكواليتي او الانتجريتي اوف ريمينينج تو ستراكشر، البريدونتال كونديشن، الاوكلوزال كونسيدريشن، وحاجه ثانيه اسمها استراتيجيك فاليو اوف ذا توث. هتلاقوا في الكتاب فاكتورز ثانيه، بس الفاكتورز الثانيه زي الاندودونتك فاكتور مثلا والاستاتيك كونسيدريشن مش هتكلم فيها ولا هجيب سيرتها، لان انتوا لسه لا خدتوا اندو ولا اخدتوا استاتيك كونسيدريشن. اللي هنتكلم عليهم هما اللي موجودين هنا واللي موجودين في الكتاب، اللي هما الكوانتيتي اند كواليتي اوف ريمينينج تو ستراكشر، بريدونتال اند اوكلوزال كونسيدريشن، اند استراتيجيك فاليو اوف ذا توث. هي دي الحاجات اللي بتديني ديترمينيشن اذا كانت السنه دي تصلح كابتمنت او لا، او انها تبقى اكستراكتد. اول حاجه الكوانتيتي اوف ريمينينج تو ستراكشر، انا فاضل عندي كميه تو ستراكشر قد ايه، وعلشان اقدر اعمل اسسمنت بروبر اسسمنت للكوانتيتي اوف ريمينينج تو ستراكشر، واحد اي هاف تو ريموف اولد فيلينج، اي اولد فيلينج لازم يتشال. لما هتشيله هيبين لك لو في كراك او اي فراكشرز تو ستراكشر، لو في كيرز، لو في بالب اكسبوجر. بعد ما بنشيل الاولد فيلينج بنشيل كمان الكيرز والاندرماين توث ستراكشر، بحيث السنه تبقى التوث ستراكشر اللي فيها سليم وما فيهوش اي اندرمايننج. نبتدي نعمل الميجرمنت بتاعتنا. القياسات دي تبقى فيرتيكال ميجر زي ما انتم شايفين كده، بريدونتال بروب او باي حاجه عليها السوبر يعني، ونقيسها بعد كده على المسطره، او والهوريزونتال ميجرز اللي هي تقيس لي ثيكنس اوف ذا وول اوف ذا ريمينينج وول. الهوريزونتال ميجرز ممكن نعملها بالكاليبر هيطلع لي القياس على طول، او لو المسافه ضيقه زي في البروكسيمال برضو بنرجع نقيسها بالبروب. بعد ما نقيس الدايمنشنز اوف ذا ريمينينج تو ستراكشر نعمل مايند بيكتشر للبريباريشن بتاعنا. يعني الكيس اللي فاتت دي لو هنحتاج نعمل لها كراون، بقيه التوث ستراكشر اللي في البكل لو عملنا له ريدكشن 1 ملم هيروح كله، هيبقى ما فيش. زي ما هنا قدامنا الصوره اللي على الشمال، ده السبيس اللي في السنه، وادي البكل واللينجوال وول، لكن السنه محتاجه اكسترا كورونال ريستوريشن، فلما يجي يعمل بريباريشن كل اللينجوال وول هتروح. فوانا بعمل ايفالويشن لازم اعمل مايند بيكتشر للتوث ستراكشر بعد البريباريشن هيبقى قد ايه. وممكن كمان الريدكشن بتاعي يخلي الوول فيري ثين، الثيكنس لو هو اقل من ملي ده انا ما بعتبرهاش وول، it does not sharing anything. اوكي okay؟ يبقى احنا هنقيس قد ايه فاضل من التوث ستراكشر ونعمل مايند بيكتشر لشكل السنه بعد البريباريشن، ونشوف فعلا هيبقى فاضل ايه actually after preparation. بعد كده نعمل ايه؟ Then answer the question, is the remaining tooth structure sufficient؟ احنا لسه قايلين ان احنا محتاجين على الاقل 4 ملي هايت of tooth structure coronal to the crest of the alveolar bone، 2.5 for the biologic width و 1.5 for the feral. So انا عندي remaining tooth structure ده ولا لا؟ لو انا ما عنديش، يعني مثلا remaining tooth structure طلع 3 ملي، في كذا حل. في حد هيقول انا هسيب ال 2.5 ملي للبيولوجيك ويتس عادي وابتدي احط الفينش لاين بتاعي، ويبقى عندي بس نص ملي اوف دنتين الكراون هيحوطهم، وابقى كده عندي فيرل افكت بس ارتفاعه نص ملي. نو احنا قايلين الفيرل لازم يبقى على الاقل 1.5 ملي، ده المينيمم فيرل هاي. اللي هيحصل ان مع اللاترال ستريسز، او اللي حصل فعلا اللاترال ستريسز الحمد لله ما كسرتش الروت زي ما شفنا في الدياجرام اللي فات، لكن كسرت السمنت، عملت كراكس في السمنت، وده عمل ديسلوجمنت للريستوريشن، وده من احسن السيناريوز اللي ممكن يحصل. ليه؟ لان الفيرل هايت قليل، الطوق اللي ماسك السنه ده قليل نص ملي بس. طب نعمل ايه؟ ما هو الاماونت اللي فاضل من التو ستراكشر مش سامح لنا باكتر من كده. عندنا حل من اتنين، انا عايز 4 ملي من الالفيولار بون، يا اما ابعد الالفيولار بون ايبيكالي بحيث اجيب ال 4 ملي، يا اما اشد السنه اوكلوزالي بحيث برضو اجيب ال 4 ملي دول. دي نفس الكيس او كيس شبهها، يعني ده الكور اللي انتوا شايفينه في الصوره اللي فوق، مفيش مكان للفرل،
ولو حبينا ننزل بالفينش لاين اللي هيحصل ان هنعمل فيوليشن للبيولوجيكوت. فاللي هنعمله ان احنا نعمل عمليه الكراون لينثنينج، نبعد الالفيولر بون ايبيكالي بجراحه، ننزل الالفيولر بون ايبيكالي بحيث يبقى البيولوجيك ويدث اصلا بعيد عني، وابتدي اعمل الفيرل افكت واحط فينش لاين على ساوند تو ستراكشر ارتفاعه على الاقل 1.5 متر. عملية الكراون لينثنينج دي بتأثر على مكان الجينجيفال مارجن، لان البون والسوفت تيشو كله بيتراجع ايبيكالي زي الصورة اللي على الشمال. ممكن تنفع في البوستيريور تيز، لكن لو انا عندي سنترال مثلا هينفع اعمل له كراون لينثنينج ويبقى الجينجيفال مارجن بتاع الرايت سنترال في ليفل والليفت سنترال في ليفل؟ لا طبعا ما ينفعش. يبقى الحل الثاني ان انا ابعد السن عن البون واجيب ال 4 مللي دول. ابعدها ازاي؟ بأورثودونتيك اكستروجن او بنسميه فورسد ايربشن، بشدها بالعافيه كده بعيد عن الالفيولر. فيبقى في الانتيريور المور كومن هو الأورثودونتيك اكستروجن، في البوستيريور الكراون لينثنينج بيبقى مور اكسبتبل علشان الاستاتيك كونسيدريشن. في حالات ما ينفعش معاها لا كده ولا كده، يعني الحاله زي كده اصلا الريمينينج تو ستراكشر كله كيريوس، ومهما شدينا او بعدنا هنبعد البون لحد فين؟ مش هينفع. فحالة زي كده we should consider extraction and replacement with a dental implant. نستخدم الدياجنوستيك كاست في حاجة اسمها trial tooth preparation. ايه هو بقى trial tooth preparation؟ لو الحالة اللي عندك فيها مثلا rotation او inclination، او انت ناوي تعمل نوع مختلف من الrespiration زي مثلا partial coverage او rhythm bonded، فانت محتاج تجرب الريدكشن بتاعك وتشوف نتيجته على الدياجنوستيك كاست. فبناخد 2 دياجنوستيك كاست، واحد يبقى كيبت ذا ريكورد، والتاني اجرب عليه شكل البريبريشن بتاعي علشان يعني لما اعدل في شكل السنان ما بقاش مستغرب او ابقى عارف هي المفروض توصل لايه بعد الريدكشن. اخر حاجه بنستعمل فيها الدياجنوستيك كاست هي الدياجنوستيك واكس اب. الدياجنوستيك واكس اب ده عباره عن تعديل في شكل الدياجنوستيك كاست باستخدام الواكس. يعني عندي السنين فيها الاينمنت بروبلم، فيها اسنان مكسوره، وات ايفر، انا بعدل شكلها ووصلها للشكل اللي انا عايزه بعد التريتمنت. انا لسه ما لمستش سنان البيشنت، ده كل التعديل ده بالواكس على الدياجنوستيك كاست، فده بنسميه دياجنوستيك واكس. طبعا التعديلات دي بقت دلوقتي بتتعمل بسوفت وير زي الديجيتال سمايل ديزاين، لكن ستيل البيشنت بتحب تمسك الحاجه 3D وتتفرج عليها. ده شكل مثلا كاست معدل بالواكس، وهنا البيشنت بتبص عليه. الدياجنوستيك واكس اب او الكاست المعدل ده ممكن نستخدمه في كذا حاجه. ممكن نعمل عليه فاكيوم فورمد ماتريكس، عارفينها خدتوها قبل كده في البروفيجنال ريستوريشن، اللي بنملاها بالتمبري ماتيريال وبعد الريدكشن نعمل بروفيجنال ريستوريشن، ما يرجعش السنان بقى شكلها الوحش الاصلي، لا يرجعها للشكل الحلو اللي احنا عايزين نوصله، ما يرجعهاش للشكل السيء. ممكن نعمل عليها سيليكون اندكس زي اللي انتوا شايفينه ده بالباتي، وقبل ما اعمل ريدكشن خالص. ده شكل الباتي اندكس اللي فوق واللي تحت الفاكيوم فورمد ماتريكس، زي ما قلت لكم اللي ممكن نستخدمهم فان احنا نعمل بروفيجنال ريستوريشن على الشكل الكوركتد، او نعمل بيهم حاجه اسمها موك اب. الموك اب ده بيبقى ازاي؟ السيليكون او الباتي اندكس اللي خدناه على كوركتد كاست بنملاه بتمبري كراون ماتيريال، وبعدين نعمل له سيتنج انسايد ذا بيشنت ماوث قبل ما نعمل اي ريدكشن خالص. بعد ما يحصل له هاردنينج بنبص على شكل اسنان البيشنت المعدله. انا لسه برضو ما عملتش ريدكشن، ده كل ده بالتمبري ماتيريال. اقدر اعمل هنا دلوقتي ايفالويشن للليب سبورت. انا في الكاست كنت شايفه شكل السنان بس مش عارفه هي عامله بروبر ليب سبورت ولا لا، لللنث بتاع السنين مع الليب لاين والسمايل لاين، للفوناتكس شوفوا لما بيتكلم السنين دي، انتوا عارفين طبعا الانكلينيشن واللنث بتاع الانتيريور تيث بيأثر جدا على الفوناتكس. البيشنت نفسه يقدر يعمل لنفسه ايفالويشن ويشوف التريتمنت اللي هي اللي انا عامله لها البروبوزد تريتمنت دي تناسبه ولا لا. وفي الاخر بعد ما نعمل تعديلاتنا، وبنعمل تعديلاتنا inside the patient mouth لحد ما نوصل للحل المناسب، يبقى هو ده الشكل النهائي اللي انا عايزه اوصل، وده بنسميه الموكب، وهناخده في سنه 5 ان شاء الله في اللامينت فينير.
الراديوجرافس very important لأي dentist. أنا مش متخيلة يبقى فيه دكتور سنان من غير كاميرا. Preoperative radiograph is a very essential document. Document ليك توريك شغلك عدل ازاي في الحالة. Document لو في أي medical legal issues. كمان الراديوجراف ساعات بنستخدمها في الشيد selection. فما فيش حاجة اسمها دكتور سنان ما يشتغلش ومعاه كاميرا. Very essential ان يبقى معاك كاميرا وتصور radiographs قبل وبعد الشغل بتاعك. طيب في الاخر كده عايزين نسأل نفسنا بقى شوية اسئلة. يعني من الحاجات الكومن اللي بتيجي ايه اللي اقدر اشوفه في الكاست وما اشوفوش كلينيكال ولا راديوجرافيك، لسه قايلينه الاوكلوجن فروم ذا لينجوال سايد. ايه اللي اشوفه كلينيكال وما ينفعش اشوفه لا راديوجرافيك ولا في الكاست؟ طبعا السوفت تيشو انفلاميشن، الموبيليتي شتبان في الكاست ومش شتبان في الراديوجراف، الكالر ما يبانش لا في الراديوجراف ولا في الكاست. ايه اللي اقدر اشوفه في الراديوجراف وما اشوفوش في الكاست ولا في الكلينيكال؟ الحاجات المستخبية في البون زي الكراون روت ريشيو، زي البالب سبيس، زي الاندودونتك تريتمنت. فعايزين نذاكر بذكاء كده علشان لما نتسئل نبقى فاهمين ونجاوب صح ان شاء الله. اوكي.